بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم يا اهل الخير. سبحان الله، امبارح كنا بنلعب ماتش كوره، وبعد ما خلصنا كده فحد من الاصدقاء بندردش مع بعض يعني، فلقيته بيقول لي، حسيت انه يعني مكتئب وحزين. بقول له مالك؟ فقال والله ده انا طلقت. يا راجل، طب ليه وما ليه؟ سبحان الله، يعني فكره اللي احنا بقينا واقفين لبعض على الواحده. طب عايز اسمع منه سبب رئيسي اقول بالفعل انتوا تستحقوا الطلاق. مفيش. مشكلة كبيرة، مشكلة عويصة، مشكلة محتاجة حد يحلها. مفيش والله. مرة واحدة كده مراته الأمور مش عاجبها ومش عارف إيه، وأنا عايز أتطلق. طب أنا مش هطلق، راحت رفعت عليه قضية وخلاص، ومش عايزة حتى حقوقي. يا جماعة الخير، طب ليه وما ليه؟ هو خلاص كده بينهم أولاد. آه بينهم أولاد. طب فين دور الأهل؟ الأهل والله موجودين وفي مناصب كبيرة كمان يعني، ورغم ذلك يعني البنت حتى لما بتيجي تحن او تهدى شويه او دماغها يتغير شويه، تلاقي الاب والام يشحنوا اكتر، يزودوا اكتر، دوس بنزين اكتر على البنت. يعني حتى لو بتفكر ترجع لجوزها، لا، مفيش لا سبب رئيسي ولا في مشكله كبيره ولا في اي شيء يستدعي ان بيت النهارده ينهار، ويكون الزوج في مكان والزوجه في مكان، واللي يدفع الضريبه الاولاد اللي بينهم. طيب اللي خلاني اقول كده ليه؟ علشان شيخنا الفاضل والجليل اللي مشرفنا النهارده، بقول له هنتكلم عن ايه؟ قال لي هنتكلم عن كيف تبنى البيوت. نعرف اكتر من شيخنا الفاضل والجليل الشيخ عيد اسماعيل من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا مولانا. اهلا وسهلا على الدكتور، ربنا يحفظك. تفضل يا مولانا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله القائل في القران الكريم: وهو اصدق من قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى سمى الزواج الميثاق الغليظ، قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق يا معالي الدكتور، عشان تبنى البيوت بشكل صحيح من البداية، على كل طرف أن يحسن في الاختيار. تمام. فإذا أحسن في الاختيار أمن أن يكون هناك عوامل خارجية تهدم بيته. تمام. ثم داخل الحياة الزوجية لا ينبغي أن تخرج أسرار البيوت إلى حتى أقرب المقربين. جميل. أبي حفظه الله كان دايما يقول لي: يا بني، كل حبيب له حبيب. وانت هتخرج سرك لحبيبك، حبيبك لحبيب، فيخرج سرك. الله يفتح عليك، ما بقاش سر. صحيح. فاذا خرج السر او خرج امر حدث في العلاقه الزوجيه او بين الزوجين خارج الزوج والزوجه، تفاقمت الامور. صحيح. ثم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رب كده، رب بيته كده، ورب بنته السيده فاطمه كده، ويمكن هي دي اقرب حد كان لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، ام ابيها رضي الله عنها. سيدنا النبي يروح بيت السيده فاطمه: اين علي؟ قالت: ليس بالبيت. طب ما هو ما جاليش. تمام. وما قابلتوش في المسجد، يبقى في مشكله. ما هو يا في البيت يا فين؟ يا في المسجد، يا في العمل بتاعه، هو مش موجود هنا ولا هنا. فسيدنا النبي يقول: هل حدث بينكم شيء؟ يعني في زعل، في مشكله منكم؟ فسكتت ستنا السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروح يدور على سيدنا الامام علي. المشهد العجيب انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان السيده فاطمه زعلانه او في مشكله، لم يسالها حتى عن السبب. مالهاش ايه مشكلتك مع جوزك؟ او هو لا يعلم من انت، او لا يعرف قدرك. ولما راح لسيدنا الامام علي يدور عليه ما تلاقوش في المسجد، فبحث عنه حتى وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما بجوار المسجد خلف المسجد، ونائم على التراب، مهموم مهموم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحنان الابوه، ايوه، يربت على كتف سيدنا علي وهو نائم، ويوقظه برفق. فلما قام وجد النبي صلى الله عليه وسلم خده وجنبه كله تراب، فقال: قم يا ابا تراب، يمزح معاه صلى الله عليه وسلم. فلما قام احتضنه صلى الله عليه وسلم، كأن الحضن ده سيدنا النبي بيقول له: تعالى انا امانك، ايوه، مهما حدث
لو فاطمة زعلتك لو فاطمة زعلتك خلاص أنا بطبطب عليك. فلم يسأل رسول الله سيدنا علي ولم يسأل فاطمة، وأخذ سيدنا الإمام علي من إيده وذهب إلى بيته ولم يفتح رسول الله مجالا للكلام. والله عليه الصلاة والسلام في نماذج كتيرة ماشية على نهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا بعض تلاقي الزوج عامل حساب للنسب أكتر من زوجته كمان. نعم. يعني في موقف ممكن يزعلها فيتراجع احتراما لأبوها والأمها والإخواتها. وفي بعض الناس للأسف تلاقي الأب والأم هم اللي بيخربوا البيت في نفس الوقت. ربنا يا رب يعني يحفظنا جميعا اللهم أمين. خلينا نروح لأهل الخير ومع فقرة الخير عن المجمع الإسلامي اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز بمحافظة الدهلية، هنشوف إيه اللي بيحصل فيه ونرجع مرة أخرى بإذن الله نكمل معكم مع أهل الخير. دقت ساعة الجد ودقت ساعة الحسم، جينا بقى للجد زي ما بيقولوا. وصلنا المرحلة بفضل الله تبارك وتعالى، زي ما حضراتكم شايفين الخشب متوقف خلفنا في هذا المكان المبارك في مجمع أو المجمع الإسلامي الكبير بقرية أبو المعاطي الباز. وقفنا في هذه المرحلة محتاجين إلى أن ننقل لحضراتكم الصورة. فيش حد هينقل الصورة بالشكل المثالي أفضل من أخونا المحترم المقاول، اللي من ساعة ما جينا هنا في أول يوم بفضل الله تعالى وكل مرة بننزل لتوثيق الصورة في مجمع أبو المعاطي الباز إلا وجدنا هذا الرجل يستقبلنا بكل حب وبكل ترحاب. نتعرف على هذا الجندي الجميل المجهول المعلوم عند الله سبحانه وتعالى في هذا المجمع الإسلامي. السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا، تشرف بحضرتك سيد منصور. أهلا وسهلا حق سيد. احنا من اول يوم بفضل الله تبارك وتعالى وقبل الهدم المسجد القديم اللي كان صغير هنا في المكان وما كانش بيسع اهل القريه، ومن اول يوم حطينا رجلنا هنا واحنا شايفين حضرتك ما شاء الله دايما مقبل على العمل وبتساهم بشكل فعال. قول لي كده احنا وصلنا لايه دلوقتي ومحتاجين ايه؟ الحمد لله زي ما انت حضرتك معانا على طول خطوه بخطوه، عملنا السميلات وكل حاجه والعمدان، وحضرتك صورت معانا كم مره، وابنينا والوقت ان شاء الله على صبة السقف ان شاء الله. الحمد لله الفضل اصحاب الخير واصحاب الفضل اللي ربنا يبارك فيهم وصلنا للمرحله دي ان شاء الله. وحاليا الوقت احنا بنشد في السقف زي ما انت شايف حضرتك برضك، ومفيش حاجه حواليك زي ما انت شايف، بس ربنا بيبعت لما بنبدا العمل الحمد لله ايه العمل بيمشي الحمد لله. يعني متخيلين هذا المجمع اللي يقارب من حوالي يعني يتجاوز 750 متر 800 متر تقريبا، يعني اللي متبقي بعد البناء بناء الحوائط زي ما حضرتك شايفين، يعني هذه الحفنة القليلة من هذا الطوب. فاحنا بإذن الله تعالى محتاجين ايه عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا نصب السقف ونبني ان شاء الله بإذن الله مصلى النساء ودار تحفيظ القرآن ان شاء الله. كده المهندس الكبير ماسك المشروع هو راجل محترم جدا متبرع معنا لله كده ما بياخدش حاجة، طالب ان شاء الله 90 طن اسمنت. انا معايا حضرتك هو بعت لي كل حاجة اهوت، وطالب 38 طن حديد. 38 طن حديد و90 طن والزلط بقى والرمل برضك حاطط الكميه معايا هنا على التليفون هنا. نجد من امه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من يغيث هذا المجمع الان، حتى لو هنقول كل اسره كل متصل يساهم بطن اسمنت، كل متصل يساهم بطن حديد. يعني وارد يجي لنا حد بفضل الله سبحانه وتعالى يقول أنا شايل المسجد كله إن شاء الله، متبرع ببناء المسجد كله، وأنا أعلم أنه في كثير من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الخير ويسعون إليه، وعارفين أن هذا من أعظم الصدقات الجارية كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بناء المساجد من الصدقات الجارية المحببة إلى الله سبحانه وتعالى، ومما ينفع الإنسان. المسجد زي ما بنقول دايما مش مجرد حوائط وحديد و وسقف، لا، المسجد هداية، المسجد تعليم، المسجد تدريس، المسجد تأديب، المسجد تربية للأمة، المسجد تثقيف، المسجد ملتقى اجتماعي وثقافي عظيم. مش معقول هنتوقف في هذا المكان المبارك العظيم اللي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لو قلنا على المعنى البعيد للنفع يتجاوز 100,000 مستنفع من خدمات هذا المسجد، على مستوى القرية ما يزيد عن 8,000
ممن يصلون في هذا المسجد. نحتاج بإذن الله تعالى زي ما قال أخونا وحبيبنا، محتاجين ما يقرب من 38 طن حديد، محتاجين أسمنت 90 طن أسمنت، مش كده ولا إيه؟ محتاجين سن، محتاجين رمل، عشان بإذن الله تعالى يخلص المجمع الإسلامي الكبير من قرية أبو المعاطي الباز بمحافظة التقهلية على خير. حضرتك حابب تشرفنا وتنورنا ويزدنا بركة وتيجي هنا وتجيب أخونا، بيقول لي إن المحجر قريب من هنا. كله بيروح المحجر، كل اللي بيقولنا جماعة اللي بيشاهدونا طبعا بيقولنا هنا المحجر بناخده ونروح المحجر بره التاني بيجيب اللي هو الحاجة اللي هو عايزها ونجيب لغاية المسجد هنا. الشفافية الحمد لله رب العالمين، الشفافية اللهم لك الحمد، الشفافية الحمد لله، قادر تيجي بنفسك وتجيب حاجتك بنفسك، أهلا وسهلا. حضرتك المكان بعيد عليك، بحضرتك بتتواصل مع أرقام المؤسسة اللي ظهرة قدامك على الشاشة وهم بيبعتوا لك المندوب لحد عند حضرتك بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعينك يا حبيبنا ويتقبل منك، وإن شاء الله بإذن الله نفرح مع بعض زي ما فرحنا بحجر الأساس في البداية، إن شاء الله نفرح بتمام النعمة وإكمال الفضل من الله سبحانه وتعالى علينا إن شاء الله. وجهود حضراتكم هي دائما وأبدا الداعم الأكبر اللي بتعيننا وتعين هذه المؤسسة المباركة. بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي سويا مع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة، يأخذ بأيدينا رضا بما قدمنا لله سبحانه وتعالى. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عنوان الحلقة النهاردة كيف تبنى البيوت، ازاي بيتنا النهاردة يتبني صح، ازاي الحياة داخل البيت تبقى ماشية صح، ازاي المركب اللي عبارة عن الزوج والزوجة والأولاد يوصلوا لبر الأمان، لأن للأسف في مراكب كتير جدا جدا في البحر وبتغرق ما بتكملش لبر الأمان، واللي بيدفع الضريبة أو مين اللي بيغرق ممكن الأولاد قبل الزوج والزوجة، حاجات كتيرة للأسف إحنا ما بنحافظش عليها. طيب كيف تبنى البيوت؟ إلى كيف تبنى بيوت الله. أكيد من أهل الخير وبفضل المولى تبارك وتعالى قبل كل شيء فكرة إزاي إنك تبني بيت المولى تبارك وتعالى وإيه علاقته ببيتك الشخصي، ده اللي نعرفه من الشيخ عيد إسماعيل. تفضل يا مولانا. والله أنا بداية كده أحب أقول بس إنه كنا دايما نقول وإحنا بحكم الفهم والحديث عن إدارة البيوت وبناء البيوت كنت أقول إنما البيوت تبنى بالحب. تمام. فأمي ربنا يحفظها وتديها الأمر يا رب، لقيتها بتكلمني في يوم من الأيام بعد الحلقة قالت لي يا ابني البيوت تبنى بالصبر. 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 كلام صحيح 100%. وما أجمل أن يجتمع الحب والصبر في بناء البيوت. تمام. ما هو أنا لو مش حابب البيت ده، مش حابب الزوج ده، مش حابب الزوجة دي، عمري ما هعرف اكمل. وذاك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما المراه جت قالت له يا رسول الله خطب ابنتي رجلان فمن ازوجها؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ ده اللي اتكلمنا فيه في الاول حسن الاختيار. ايوه. قال زوجيها صاحب الدين. تمام. فان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. هي دي القضيه، ان انت تفهم انه لا يجوز ان تظلم الزوجه بحال من الاحوال زوجها أو يظلم الزوج زوجته. علشان كده مولانا بنقول إن الحب بدون صبر ليس له قيمة. طبعاً. ليه؟ لأن حالات كتيرة جداً شفناها على سبيل المثال في الجامعة، يعني يقعدوا يحبوا بعض 4 سنين والكلام ده، مجرد ما يتجوزوا ممكن بعد 6 شهور أو سنة يصطدموا بالواقع للأسف ومشكلات يعني. الواقع وللأسف الشديد تدمر البيوت. خلي بال حضرتك إنه يعني عايز أقول 9 أعشار البيوت التي استمرت وأكملت بنجاح بالصبر. بالصبر صحيح. ثم في الرتبة الثانية التغافل. يعني زي ما حضرتك قلت كده في البداية مش هنقف لبعض على الواحدة في كل مشكلة. أيوه. ما دامت الأمور تمشي، يعني ما دامت الأمور ليس فيها لا قدر الله شيء يهدم الأسرة. أيوه. أو إلى آخره، ننتقل بقى من بيوتنا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. أيوه. اللي عايز بقى يعمر بيته ويبني بيته بالخير، هذه رسالة أقولها لله سبحانه وتعالى. أرخي يدك بالصدقة
في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى تكن صدقة جارية لك بنية صلاح بيتك، بنية صلاح الأولاد، بنية بركة العافية والصحة في جسدك وفي جسد زوجتك. فالصدقة لها مفعول السحر مع الدكتور. الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، الصدقة تجري بالبركة للبيوت، الصدقة يبارك الله سبحانه وتعالى بفضلها في المال، الصدقة يبارك الله في العافية، داووا مرضاكم بالصدقة كما علمنا صلى الله عليه وسلم. الصدقة يصلح الله بها الأبناء، يعني أعلم من الرجال رجالا ونساء من الصالحين يتصدقون بنية صلاح أبنائهم. لو ابنه عمل مشكلة يخرج يتصدق يقول يا رب هذه الصدقة من أجل صلاح ولدي. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الخير يا رب، وأن يستعملنا في هذا الخير. اللهم أمين. تصديقا لكلامك مولانا، والله حالات كثيرة لما تيجي تتكلم معهم تشعر أن ما فيش مشكلة فعلا في البيوت، مشكلة واضحة تقدر يعني تحط إيديك على الموضوع وتقول أن في مشكلة في المكان ده، ما فيش مشكلة، لكن تلاقي البيت متعفرت كده باللغة اللي احنا بنتكلم بيها، تلاقي البيت مش طبيعي، تلاقي ما فيش حد طايق للتاني كلمه، تلاقيهم واقفين لبعض على الواحده، تلاقي من غير اي مقدمات اسمح لي أقول حصلت جملة. مشكله أقول جملة فضل مولانا جدا. فضل. ارجوكم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، استروا بيوتكم يا جماعه. ايوه، مش كل حاجه حلوه في بيتكم تعرضوها للناس. يعني ده ممكن يكون سبب يعني. طبعا يا معالي الدكتور، كثير من البيوت يهدم بنظرة حسد. سبحان الله. بإخراج وإفشاء الأسرار، بإخراج النعمة للحاسدين والحاقدين. مش كل الناس بتدخل صحيح. البيت وأعينهم تتمنى لك خير يعني. أحسنت، ربنا يكرمكم نستر على بيوتنا يا رب. أستأذنك ونروح لفقرة الخير للمجمع الإسلامي ونرجع نكمل معكم مع أهل الخير. الحقيقة أيضا من أحب اللحظات اللي بنقضيها فعلا في حياتنا هي اللحظات اللي بنكون فيها في هذا المكان المبارك وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. بنسعد دائما وأبدا بالأيادي التي تبني، بالأيادي التي ترتفع بالبناء، بالأيادي التي يعني يتمم الله سبحانه وتعالى عليها وعلى أيديها الخير. من هذه النماذج المشرقة أحبابنا الكرام اللي شغالين النهاردة بفضل الله تعالى مع حرارة الشمس الشديدة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي وواضح على ملامحنا في هذا المكان المبارك، التقيت بأحبابنا الكرام اللي شغالين بكل حب بكل صدق بكل إخلاص في المجمع الكبير بقرية أبو المعاطي الباز. اسمحوا لنا نتعرف عليهم ونعرف إحنا وصلنا لحد فين في مجمع قرية أبو المعاطي الباز. السلام عليكم ورحمة الله. عرف بحضرتك محمد عوض يا باشا. اهلا بيك يا حاج محمد، الله يحفظك. قول لي كده، بقالكوا قد ايه شغالين في المكان هنا؟ حضرتك بقالك قد ايه شغال في المكان؟ شغالين بقالنا 10 ايام. 10 ايام. خلال ال 10 ايام دول احكي لي كده الوصف، احكي لي المشهد، احكي لي ايه اللي انت شايفه في المكان. والله ما شاء الله، زي ما انت شايف البنيه كبيره، مجمع كبير، وطبعا محتاج مساحه ما شاء الله تتجاوز 750 متر ما شاء الله تبارك. بنية كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله، يعني محتاجة، محتاجين دعم، أسمنت، محتاجين رمل، زلط، حديد، كل حاجة، كل حاجة محتاجين. سمعت الحقيقة وإحنا بنتكلم إنه الناس توقفت عن العمل يعني ضيق ذات اليد أو ما فيش موارد موجود. ما هو دلوقتي حضرتك إحنا فضلنا شغالين لما أنت شايف كده، الجزء اللي ورا ده كده خلص، الجزء اللي ورا ده وقت لسه ما اشتغلناش فيه. وطبعا احنا عايزين ما عايزين امداد عشان نشتغل ويجي ناس. رساله، هي رساله، يجي كل حاجه، هي رساله، رساله ربنا سبحانه وتعالى يعني يستخلفكم ولا يستبدلكم في هذا المكان المبارك. وانا عارف ان من اهل الفضل واهل البر واهل الجود والكرم اللي بيحب يحط الصدقه دلوقتي، يقول لك انا عاوز احط الصدقه بتاعتي في الاساس، في السقف، في الأعمدة، في يعني أساس هذا البيت المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني بإذن الله قريب أوي نفرحك بإذن الله تعالى ونفرح كلنا بتمام النعمة إن شاء الله. وأنا متأكد أن حضراتكم بإذن الله لن تتخلوا عن الدعم لهذه الجمعية المباركة التي يقوم على أمرها أناس يعني يحبون الخير ويسعون في الخير ويعينوننا بإذن الله تعالى على إتمام هذا البيت المبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته.
حضرتك؟ حسام حسن يا باشا. حسن اللعيب الكبير؟ ما شاء الله حسام حسن. بس انت بتلعب في الخير هنا ما شاء الله بقى. ما شاء الله. اسال الله ان يتقبل منك. قول لي كده محتاج ايه في المسجد هنا عشان نشوف الصوره مكتمله؟ بسم الله ما شاء الله شغالين في جامع مسطحه 800 متر. وعايزين اسمنت وعايزين حديد وعايزين اسمنت وعايزين زلط ورب وعطلانين والله. ان شاء الله باذن الله قريب قوي باذن الله، مش هقول لك بقى اسبوع، باذن الله النهارده هتلاقي باذن الله كل اللي حضرتك طلبته ده موجود باذن الله تحت رعايه الجمعيه، جمعيه سيدنا عمر بن عبد العزيز ان شاء الله. وباذن الله تعالى ابشرك ايضا زي ما قلت للحاج ناصر قبل منك، واقول لحضرتك والاخونا الكريم انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر ان كل من ساهم وبنى بيت الله سبحانه وتعالى بنى الله له بيتا في الجنه. فانا شايف حضراتكم عندكم همه ما شاء الله. ويا اخي سبحان الله العظيم، الساده المشاهدين الكرام، حتى الناس اللي بتشتغل في بيت ربنا هنا والله في وجوههم كما تروا، يعني تروا في وجوههم النور والطيبه والكرم والاخلاق والحب والصدق في كل كلمه بيقولوها. اسال الله سبحانه وتعالى انه قريب قوي ان شاء الله نتمم باذن الله السقف باذن الله تعالى. مش عايز حضراتكم تشيلوا هم اي حاجه ان شاء الله. جمعيه سيدنا عمر بن عبد العزيز باذن الله تعالى ان شاء الله مع اهلنا المباركين اهل الانفاق ان شاء الله هيوفروا لحضراتكم كل شيء علشان نرجع مره تانية نشوف المشهد مكتمل ونشوف المسجد ده مكتمل. خلي بالكم انه لسه دوركم كبير، احنا الموضوع مش هيكتفي بس بصبه السقف هنا، ده احنا لسه عندنا ان شاء الله مصلى للنساء، وعندنا باذن الله مستوصف طبي، وعندنا دار لتحفيظ القران. كل هذا باذن الله تعالى برعايه حضراتكم. اللي هيتحكم في قضيه متى ننتهي من هذا المجمع هو حضراتكم بمساهماتكم، وباذن الله تعالى بالنفع العظيم العميم اللي هيخرج منكم، كما علمنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان من ساهم في هذا البيت المبارك بإذن الله له وعد من الله بالجنة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فأنتم ما شاء الله من المعمرين بإذن الله لبيت الله سبحانه وتعالى. والسادة المشاهدين الكرام بإذن الله قريب قوي نسمع أخبار طيبة من المؤسسة إنه الحمد لله رب العالمين وصلنا الحديد هنا ووصلنا أسمنت، محتاجين زي ما سمعنا 20 طن حديد، محتاجين ما يقرب من 90 طن أسمنت، محتاجين اللاب أو تريلة أسمنت. يعني الموضوع محتاج تكاتف أهل الخير وأهل البر. أنتم لها بإذن الله تعالى، أنتم لها وأنتم أهل فضل. وعن تجربة والله الذي لا إله غيره إن ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لبيوته من أهل الخير والفضل حتى ما لا يخطر على بالنا، وبنسمع الكلام ده وبنشوفه، وأتمنى إن شاء الله نرى خيرا بإذن الله. أسمعكم الله كل خير، ساهم وبادر واحجز مقعدك في الجنة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بنتكلم النهاردة عن كيف تبنى البيوت. عندنا بيتنا اللي عايشين فيه اللي هو بيكون الأب والأم والأولاد، الزوج والزوجة والأولاد، وعندنا بيوت الله. واتعلمنا من خلال أهل الخير والبرامج الدينية وعلمائنا إن صنائع المعروف تقي من مصارع السوء. طب مصارع السوء دي على فكرة مش بعيد عن أي حد أبدا أبدا. عمرنا في يوم من الأيام ما توقعنا إن في فلسطين اللي هي جارتنا إن يكون الولد يجي، يعني عارفين المية بتقع كده بتبقى بنقول سرسوب مية، ويفتح بقه ويعمل كده. فمصارع السوء مش بعيد عن أي حد. يبقى معاك فلوس وربنا كرمك وشهرة، وتلاقيك وانت ماشي بعربيتك لا قدر الله تعمل حادثة، تلاقيك في مكان تاني عمرك ما كنت تتوقع أبدا. إن تغيير الحال من حال لحال ده يعني ربنا يحفظنا جميعا. ففكرة بقى ازاي اللي انا صنائع المعروف تقي من مصارع السوء، بيت ربنا ازاي يحافظ على بيتي انا شخصيا، ده اللي الشيخ عيد هيتكلم فيه. تفضل يا مولانا. احد الصالحين كان يلقي درس العلم في المسجد، فنادى رجل: يا امام يا امام. قال: ما بالك يا رجل؟ قال: انقذ ولدك، لقد
ضربه جمل في وجهه ومات. تمام. فالرجل لم يحرك ساكنا، أكمل درس العلم، وبعد أن انتهى وجد نفس الرجل: يا إمام يا إمام أنقذ والدي، اطمئن لم يحدث لولدك شيء. تمام. وبعدين بيقول له: كيف لك أن أحدثك عن أن ولدك أصيب بأذى وأنه مات ولم تحرك ساكنا؟ قال: والله كنت أعلم أن ولدي بخير. قال: كيف؟ قال: رأيته في أول النهار يطعم مسكينا بكسرة خبز. الله الله. وعلمت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فعلمت أن الله حافظه طول يومه. فالإنسان يأخذ من هذا عبرة، أنه الصدقة ما هي إلا وقاية، الصدقة وقاية للإنسان، وقاية لبيته، وقاية لأهله. أحدهم أيضا قيل له: أنقذ، البيوت احترقت وبيتك منهم. تمام. فلم يحرك ساكنا. يا أخي نقول بيتك احترق. فلما رجع إلى بيتي لم يجد شيئا في بيتي. قالوا: بماذا؟ قال: تصدقت عند الفجر. الله. الإنسان الذي عنده يقين بالله سبحانه وتعالى وعنده ثقة في الله سبحانه وتعالى أبدا لن يخيب الله رجاءه، ما دام نيته الخير وما دام يسعى في الخير يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرد له الخير بالخير. فالله الذي قال في القرآن وهو رب الخير: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلا الإحسان. وقال: من جاء بالحسنة فله خير منها. جميل. وفي آية أخرى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فلا تحمل هم رزق ولا تحمل هم أقدار سوء ما دمت ترقي يدك بالصدقة وتسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي علمنا أنه ما نقص مال من صدقة، وأن الله يخلف على المنفقين. قال: في كل يوم في طليعة الشمس ينادي ملكان، ملك ينادي فيقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. إذن مولانا تأسيس بيوت الله هو تأسيس لبيوتنا الشخصية، حفظ وحماية ووقاية، وبتعمل حوالين بيتك كده هالة من البركة وهالة من الرحمات. ينزل الله على بيتك الرحمة، يمنحك الكثير والكثير من البركة. يا رب. اللهم أمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخنا الفاضل والجليل الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. ربنا يا رب يعني يحفظ بيوتنا جميعا ويهدينا جميعا ويجعل بيوتنا آمنة ساكنة، ويحفظ أولادنا ويحفظنا جميعا. اللهم أمين. بشكركم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.